قاد الحزب اليساري المتطرف في فرنسا والاتحاد العام للعمال ونحو 80 منظمة أخرى آلافا من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا ضد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقطاع العام. وعبر منظمو الاحتجاجات عن أملهم في حشد الدعم ضد إصلاحات ماكرون للقطاع العام في فرنسا وبعض الشركات الغارقة في الديون والتابعة للدولة مثل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية.